السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطائر سهلة وبسيطة جدا للفطار او العشاء، تقدروا تعملوها وتحضروها بكل سهولة. بصوا جمالها، هشة جدا وطرية قد ايه، بصوا، ومغذية جدا جدا ومشبعة جدا. بصوا قد ايه هي طرية وطعمها رائع رائع بجد. تقدروا تحضروها بكل سهولة، مش هتاخد معاكوا غير 10 دقايق بالظبط وهتكونوا عاملينها. تنفع معاكوا في كل وقت، مش هتاخد معاكوا وقت كتير، تنفع للغدا للعشاء للفطار، هي وجبة متكاملة مش هتحتاجوا تحطوا جنبها اي حاجة تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجه بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول المقادير مع بعض. معايا اول حاجه 3 بيضات، معايا كوبايه من اللبن، وهنحتاج كمان كوبايه ونص من الميه، معلقتين كبار من الخل، معايا علبه زبادي، معايا 2 دقايق عليهم ربع معلقه صغيره من الخميره، معايا قطعه كبيره من الجبنه القريش، معايا التوابل بتاعتي، معايا معلقه سكر، معايا معلقه زعتر، معلقه شبت مجفف، معلقه زعتر مجفف، وملح وفلفل. والخضار بتاعي فلفل الوان اخضر واحمر واصفر وشويه زيتون، ومعايا كمان شويه جبنه تركي للي حابب يعني يضيفها، ومعايا ربع كوبايه صغيره بما يعادل 3 معالق من الزيت. هضيف باقي المكونات بتاعتي، التوابل كلها مع السكر. تقدروا طبعا تستخدموا الحاجات دي فريش، البقدونس والزعتر والشبت تقدروا تستخدموهم فريش. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بعد ما خلطت كل المكونات بتاعتي بالشكل دوت، انا حطيت ربع معلقة صغيرة خالص من الكركم عشان تديني لون جميل للفطائر بتاعتي. هبدأ بقى اقلب كله كده مع بعض، وهنروح بينا على الطاسة ونشوف هنعملها ازاي. في طاسة سخنة على النار، اهم حاجة تكون الطاسة ما بتلزقش، حطيت فيها نقطة زيت بسيطة خالص ومسحتها كويس جدا. هبدأ بقى انزل بيها بالخليط بتاعي. بسم الله. واسيبها اول ما تاخد لون من تحت، هبدأ اقلبها على الوش التاني. وده كده الشكل النهائي للفطائر بتاعتنا السهلة السريعة، من غير ولا عجن ولا تخمير ولا اي مجهود ولا تعب، وهتاكلوا احلى فطار في 10 دقايق. تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع لو خارجين برا تاخدوها معاكم وانتوا رايحين الشغل، في المدرسة للاطفال، في المدرسة، في الجامعة. بصوا هشة خالص وطرية جدا، وانا بحط الجبنه كده بعد ما بطلعها وهي سخنه، الجبنه بقى بتسيح وبتبقى الطعم بتاعها
اكتر من رائع. بصوا الكمية عملت معايا قد ايه، بصوا الجبنة ساحت ازاي وبدأت تلزق في بعضها كده، بصوا الجمال، بصوا لونها ذهبي ازاي وجميل. الكمية طلعت لي حوالي 8 فطائر سهلة وسريعة وبسيطة جدا، يعني في 10 دقايق تحضريها وتاكليها بالهنا والشفا. طعمها جميل جدا ومميز جدا وهتعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.